السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا الفيديو عندنا بعض الاخبار على نصير المزراوي وشنو قالت عليه صحيفه سبور كاتالونيا على الانتقال ديالو لبرشلونه واحتماليه لعبه مع الدولي الاخر المغربي حكيم زياش. والخبر الثاني اللي هو واحد هاليلوزيش كيفكر جديا باش يرجع نصير المزراوي ويكون بيناتهم الصلح في القريب العاجل قبل بدايه كاس افريقيا القادمه اللي غادي تكون ان شاء الله في الكاميرون. اكيد غادي نتعرفوا على كل شيء بالتفصيل وغادي نبداو مع صحيفه سبور واللي كان العنوان ديالها كالاتي: حرب قادمه ما بين برشلونه وريال مدريد من اجل نصير المزراوي. وطبعا تاريخ الخبر 18 نوفمبر 2021 واللي قالوا فيه بالتفصيل ان برشلونه مهتمه جدا في سوق الانتقالات بظهير ايمن لتعزيز الفريق للموسم المقبل، ويرى نادي البراوغرانا انه سيكون من الجيد دعم هذا المركز. وبالفعل اداره النادي تتابع الدولي المغربي نصير المزراوي الذي انهى عقده مع اياكس امستردام ولا يخطط لتجديده. ومن الغريب انه في الساعات القليله الماضيه ارتبط اسمه ايضا بالنادي الملكي ريال مدريد، ويعد نصير المزراوي فرصه حقيقيه في سوق الانتقالات اذ قامت العديد من الفرق الاوروبيه الكبرى بوضع نفسها في صراع من اجل الظفر بخدمات اللاعب. وايضا قالوا كلام اكثر من رائع للمغربي نصير المزراوي بحيث وصفوه انه جناح هجومي يتميز بقدرات بدنيه كبيره جدا تم اكتشافه في اياكس امستردام وانفجر هذا الموسم، مما خلى اداره الاياكس تسارع الى تجديد العقد ديالو. لكن يبدو ان رحيله سيكون بالمجان، يعني بنسبة أكبر نصير المزراوي ما غاديش يجدد العقد ديالو. أيضا قالوا أنه تابعوه في نيو برشلونة في عدة مباريات لمتابعة تطوراته والتقارير اللي كانت عليه كانت جيدة. وختموا المقال ديالهم بأحسن ختام وقالوا من الممكن أن يلعب مزراوي رفقة زميله حكيم زياش في برشلونة بعدما ارتبط اسمه أيضا بالفريق الكاتالوني. وأكيد هادشي اللي كنتمناو نشوفوا حكيم زياش ونصير المزراوي مرة أخرى في فريق واحد، خصوصا لكان فريق كبير عريق بحال برشلونه. اما فيما يخص مشكله مزراوي مع المدرب البوسني واحد هاليلوزيتش، فحسب جريده المنتخب خبر صار مزراوي في طريق العوده للمنتخب الوطني المغربي، طبعا بتاريخ اليوم 19 نوفمبر 2021. والخبر كان كالاتي: افادت بعض المصادر الجامعيه بان الناخب الوطني واحد هاليلوزيتش يفكر جديا في اعاده نصير مزراوي الى الفريق الوطني بعد استبعاده لاسباب انضباطيه وبعد سلوك بدر من اللاعب في احدى الحصص التدريبيه. وقالت مصادرنا بان الناخب الوطني واحد هاليلوزيتش شعر بان مزراوي هو من اخطا في حق القميص الوطني وكان لابد من ابعاده. وقد لمح الناخب الوطني بانه يفكر في اعاده مزراوي للفريق الوطني، وقد يطوي الخلاف في الايام القليله القادمه قبل التوجه الى منافسات كاس افريقيا بالكاميرون. واكيد كمغاربه هادشي اللي كنتمناوه وكنتمناو هذا الخبر يكون صحيح 100%، ويكون حتى حكيم زياش ايضا معاه في الصلح، لما لا. لكن فعلا الصلح خاصو يكون مع الجميع باش نطويو هذه الصفحه نهائيا قبل نهائيات كاس افريقيا القادمه. وما نطولش عليكم، وختاما كيبقى رأي ديالكم كيف العاده. معكم اسلام، في امان الله ومع السلامه.